لا، لو نجي نحسبها تبديش هي عبء على المجتمع الفلسطيني وعلى الأسر وعلى الحكومة، يعني لو نجيب واحد أخصائي يحسب لنا إياها راح طلع لنا قديش إنه الزواج المبكر هو عبء على الحكومة قبل كمان ما يكون عبء على الأسرة نفسها من كنت ناحية تحكي مخاطر. عن مخاطره مش بس على المرأة نعم، وعلى الجنين وعلى الرجل، خلينا شوي نخوف الرجل من الرجل مخاطر عادة الزواج إحنا إذا كان المبكر. عندنا زواج مبكر للشباب، ما بحكي إنه شاب عمره 25 تزوج واحدة عمرها 16 أو 15، لا. إذا هو في عندنا مثلا في مناطق تكثر، خاصة إذا كان شاب واحد في العيلة أو عندهم الشباب، يعني إنه بيزوجوهم بدري على عمر 17 18 و16 كمان، في عندنا شباب بيتزوجوا هيك، هذا الرجل مكلف إنه يحمل هاي المسؤولية في الأسرة، مكلف بقيام بأعمال كثيرة، وهذول الشباب بيكون عندهم مشاكل، إما في القلب جلطات، عندهم مشاكل نفسية كثيرة ومتعددة لأنه حمل عبء. وفي هاي سامعيني المرحلة رباعكم. المفروض يكون إنه يكون مع أصدقائه، يكون يلعب، يكون يعني أو يشارك في بعض الأعمال، ولكن مش إنه يكون حامل عبء عبء طفل أسرة. أو طفلين. يعني إحنا بنحكي عن بعض الشباب عمرهم 18 سنة وعندهم أطفال سنين، أعباء الأسرة بتؤدي إلى مشاكل نفسية وصحية برضو للرجال. وضغوطات أكيد. نعم صحيح. كاميرا برنامج أعطونا فرصة التقت بضحية من ضحايا الزواج المبكر وأجرت معها هذا اللقاء، دعونا نتابع سويا ونعتذر عن عدم وضوح الصورة وذلك بناء على طلب السيدة. كان عمري 17 سنة لما تزوجت، تعرفت عليه عن طريق أصدقاء العيلة، كان من أصحاب أهلي، هو صديق لأخوي كان، فتعرفت عليه وارتبطنا في خلال 3 أشهر، كنا خاطبين ومتزوجين كمان. أنا عانيت كثير أول ما تزوجت، لأنه الواحدة لما بدها تتزوج بعمر زي هيك بتكون مستعجلة تلبس البدلة وذهب ومش عارفة إيش، تعرفت إنها داخلة على مسؤولية وعالم ثاني. فأنا حملت على طول، يعني على 18 سنة كان عندي ابني الكبير، فكنت لما يصير هو يبكي أصير أنا أبكي معه، لأني مش عارفة شو بدي أعمل له، مش عارفة كيف بدي أربيه بصراحة، عندي ولدين وبنات. طفلة أنا كنت 17 سنة، يعني إنه كيف كنت مدللة لما بحكيها في بيت أبوها، الواحدة بتروحي مسؤولية أولاد وزوج وبيت، والأوضاع مش سهلة كثير، فكان كثير صعب إنه إحنا أتفاهم أنا وياه. بس أنا حاولت إنه أكمل سنة ضليت معي، حاولت إنه نتقرب لبعض، اني افهمه يفهمني، بس كان كتير صعب. ما بيخلاش الوضع انه كان يمد ايده من فترة للتانية، انه هذا برضه كان سبب المشاكل اللي كانت تصير بيني وبينه، انه كان يضربني. حرمت من التعليم برضه، ما كملتش تعليمي، وكان رافض نهائيا انه خليني ارجع اكمل تعليمي هو برضه. انا حاليا توجهت للمحكمة عشان اطلب الطلاق، لاني وصلت لمرحلة مش قادرة اني انا اكمل بصراحة. بس المشكلة اللي صارت عندي انه الولاد انهم موجودين عند حلمهم، فهو اخذهم على اساس انه نقطة ضعف بالنسبة لي، انه يحاول يضغط علي اني ارجع له. انا ولادي تقريبا بس لي سنة ونص تقريبا ما شفتهم، انا بأيد انه الوحدة ما تتزوج الا اذا خلصت الجامعة، بعد الجامعة انه بكل سن مناسب لها، انه لازم نظرة المجتمع تتغير بالنسبة للبنت، انه بس البنت هي صغيرة تتزوج، لا غلط، لازم تكون معها شهادة تأسس حالها بعدين تتزوج. دكتورة أريج، يعني كما استمعنا لهذه الحالة وكما ذكرنا في بداية الحلقة، زي ما ذكرنا في بداية الحلقة أنه نسبة كبيرة من نسب الطلاق بتكون عادة من اللي بتزوجوا زواج مبكر، مظبوط أول إشي؟ وليش؟ وهل هناك إحصائية واضحة عندك عن هذا الموضوع؟ بالنسبة ل يعني أنا بدي أعلق على هذه الحالة، يعني واضح أنه هي الطلاق، يعني هي الطلاق اللي صار، وفي ضغط بالنسبة، هي غير ممكنه اقتصاديا. لاحظي لو انها يعني كان حتى لو صار طلاق، لنفرض انها متعلمه، لو انها متعلمه وفي تمكين اقتصادي، هي مش ما بيقدر حدا يحرم حدا يشوف الاولاد، هي الحضانه لها كأم، قانون الاحوال الشخصيه الحضانه للام. لكن هي واضح وضعها، بما انها هي مش متعلمه، بما انها هي مش ممكنه اقتصاديا، ما عندهاش وظيفه، فعاده لما بترجع على اهلها وهي بهذا الوضع، الاهل ما بتحملوا عبء اضافي زياده، بترجعي لنا انت من غير اولادك، خليهم لاهلهم، احنا ما دخلنا نربي اولاد الناس، هيك الاهل.
هلا هي لو متمكنه اقتصاديا كان وعندها شهاده وبتشتغل وكذا مع النفقه اللي بتدفعها بموجب القانون، كان ما بتعيش اولادها، بتعيش وبتعيش وبتكون عادي. فيعني هذا كمان هي النتيجه، مش بس السبب الطلاق، يعني الزواج المبكر مش ادى بس لطلاقها لانها ما تفاهمتش معاه وما كانتش فاهمه شو مسؤوليات الزواج. السبب الثاني انها كمان من تحت راس انها تزوجت زواج مبكر حتى في حاله الطلاق، ما هي كل شيء نصيب في النهايه، في يعني 25 وبتطلقوا و30 وبتطلقوا، حتى هذه لانها مش ممكن اقتصاديا كمان هي على اثر الطلاق حرمت الابناء. هلا انا يعني ما بتعرف تجيبهم عندها لانه هي ما بتقدر والاهل ما بس لو، فهي هذا كمان ضمن الاسباب. وانا يعني انا مش عارفه حتى احنا بنقول ليش القانون بناقض، انه اكثر الزواج دائما الزواج المبكر ضمن الاسباب اللي بتؤدي للطلاق عاده احنا من ضمنها العنف، ما هي كمان هي كمان من ضمن السبب غير زواج مبكر كمان بتتعرض عمالها بتقول لضارب بين الحين والاخر، يعني ما بيخلاش يعني وكانه شيء طبيعي بس ما بيخلاش يعني صرنا يعني وكان العنف شيء عادي تتعرض له، هي يعني بتقول لك ما فهمتش وبخلاش بخلاش يعني معتبرتها عادي انه بين الحين والاخر كانه هيك لازم. وهذا كمان راجع لزواجها المبكر انه هي كل هذا راجع لزواجها المبكر لانها كمان مش متمكن مش قوي ما فيها ما بتقدر تدافع. هلا هذه الحاله كما قلت هذه الحاله وغيرها ليش الطلاق كمان بيؤدي في كثير من النساء، ليش الزواج المبكر بيكون ضمن اسباب الطلاق؟ مش دائما هو الزواج المبكر بس سبب من الاسباب، لانه ما بتقدر مرات اذا كانت فتاه صغيره تقدرش يعني اول شيء بتكونش واعيه لنفس لاعباء الحياه الزوجيه، هي نفسها بتصير عصبيه في مسؤوليه زي ما بتقول لك هي انا تزوجت هي بتحسب هالصمده وهالبدله وهالملبس او المكياج اللي بتحطه ما حسبت انه في مسؤوليات قدامها. فانا في هذا الصدد انا معجبه باسم البرنامج عندكم اعطونا فرصه، احنا الحمله اللي عملناها في طاقم شؤون المراه سميناها لا لتزويج الصغيرات، اعطونا الطفوله اعطونا الحياه، فهون اعطونا فرصه ان نعيش طفولتنا واعطونا فرصه ان نعيش حياتنا. الحياه لانها زي ما قلت لك في كمان انتهاك لحق الحياه بالزواج المبكر من الاشياء المرعبه اللي تفضلت فيها الاخت انصاف. واعطونا الطفوله انه كمان نعيش هذا السن نستفيد من الموارد الاقتصادية، نتطور اجتماعيا، نتطور اقتصاديا، نتمكن، نتطور عاطفيا، يعيش الواحد سنه. السن نحب نذكر انه هي هاي السيدة اللي شفناها قبل شوي يعني طلاقها كان دافع لها وحافز لها لانها ترجع تستكمل تعليمها وتحاول انه ترجع تعيش حياتها. بالضبط وترجع او يعني بدناش نقول ترجع بس انه تحاول انه ترجع اللي انفقد من حياتها مرات او انه تستعيد. مش بقول مرات دائما كل سن بده يعيش الواحد انا يعني بده يعيش مرحلتها دائما، مش مرات اذا ما مش عايش طفولته بصير على كبر بده يعيش طفولته. كان في عندنا خلال عرض التقرير في ناس بيقولوا مراهق ال 50 لانه عايش هو 15 بجوز سن المراهقه بده يعيش على كبر. كان في عندنا مداخله واحنا بنحكي او احنا بنحضر الحاله من الشاب هون اللي اعترض انه سن 17 سنه مش طفله. لا طفلة حسب بالقانون طفلة، بالقانون طفلة. احنا في شغلات بس خلينا نسمع منه اول ونرجع. لا بس توقفت لي شيء انه لما ببكي الولد هي بتبكي معه، فعادي اختي لما بتضربه امرار تحضن تعيط معه عادي لما يعيط، فهذا استوقفني فحكيت انه عادي مش شيء يعني انه 17 18 مش مبكر. وبالنسبه في شغله ثانيه للزواج الشباب 18 سنه هو نسبه قليله جدا وخلص. في حدا عنده اي مداخله؟ تفضل. في مداخله في اخر البرنامج؟ ما احنا هلا في اخر البرنامج صرنا، فاللي عنده اي مداخله اي تعليق بدنا نسمع منكم قبل ما نختم. تحديد تعدد الزوجات وبضوابط على غرار ما حدث في تونس، الا يقلل من نسبه الزواج المبكر وتبعاتها؟ شكرا. شو رايكم؟ يعني انا بقضيه تعدد الزوجات هذا موضوع اخر. اكيد هذا موضوع اخر يعني يختلف عن موضوع البرنامج، بس بما انك انا سالته راح نجاوب. يعني انا بقول انه تعدد الزوجات يعني مش ما فيش علاقه ما فيش هناك اي